السلام عليكم، لا تنسوا الاشتراك في القناة والاعجاب بالفيديو وتفعيل الجرس حتى يصلك اشعار بالفيديو الجديد. تعليقك على الفيديو يشجعنا على تقديم المزيد. اشترك يصلك كل جديد. طبائع وعادات كل شخص يكشفها برجه. العادات هي ما يعتاد عليه الانسان يعيده ويكرره مرارا وتكرارا، وتمثل العادات النشاط البشري من طقوس أو تقاليد تستمد في أغلب الأحيان من فكر أو عقيدة المجتمع. وتدخل العادات في كثير من مناحي الحياة مثل الفن والترفيه والعلاقات بين الناس، وهذه العادات تحدث بشكل مباشر وتلقائي بدون تفكير وبشكل ملاحظ لأنها لا تلتقي مع تحليل الذات. إذن فالعادة هي ما تعود الإنسان أن يفعله وما يصدر منه دون الرجوع إلى التفكير، فهو أول تصرف يتصرف به الإنسان. ولمعرفة عادة كل برج تابع معنا الفيديو التالي. عادات وطبائع برج الحمل: يغلب على مواقفه التحرر والفردية، يجود بوقته وماله وممتلكاته وإن كان يفتقر إلى التواضع والرقة واللباقة، وهو أيضا قليل الصبر سريع الانتقاد. إذا وجد في مكان عام، مطعم أو مقهى أو فندق مثلا، لا يتردد في التذمر والشكوى، وإن كان في النهاية يجزل العطاء دون حساب. عادات وطبائع برج الثور: من العادات التي يأبى ممارستها ولا يجيد استعمالها حتى لو أراد إظهار القلق والعصبية وقدم الأظافر وما شابه ذلك. إذا واجهته مشكلة أخذ يشحذ فكره لإيجاد الحل الملائم دون أن يظهر عليه ما يشير إلى تنازع الأفكار أو المشاعر، ومع أن دماغه يعمل بسرعة في الأزمات إلا أنه يفضل التراوي في اتخاذ المواقف النهائية. عادات وطبائع برج الجوزاء: برج الجوزاء سليط اللسان إذا أراد، فضولي محب للاستطلاع، يجيد عمل شيئين أو أكثر في آن واحد وبسرعة تفوق سرعة من يقوم بعمل واحد، يكره الروتين والنظام إلا في حال تأثره ببرج آخر كبرج العذراء مثلا، ولا يرتبط بالمواعيد. عادات وطبائع برج السرطان: حبه للتكتم يجعله محط أسرار الآخرين، ولكنه يرفض مقابلة الصراحة بمثلها، فهو كالبئر العميقة بالنسبة إلى شؤونه الخاصة تماما كما هو بالنسبة إلى شؤون الآخرين. عادات وطبائع برج الأسد: كثيرا ما يحملون أنفسهم فوق طاقتها مما يؤدي بهم أحيانا إلى التأفف والشكوى، ومع ذلك يأبون الاتكال على الغير أو التنازل عن زمام القيادة لأحد، وإذا تلقوا النصح ضربوا به عرض الحائط ليقنهم أنهم أعلى شأنا من الجميع، فلا يجوز لهم الاعتراف بأن غيرهم أعلى منهم. عادات وطبائع برج العذراء: يكرهون في سواهم الإهمال والتقصير والكسل والغباء، ولا يستبعد أن تثير فيهم تلك النقائص العصيبة على الرغم من عزوبتهم الطبيعية التي فيها راحة وبلسم للمرضى. ولهذا السبب هناك ممرضات عديدات ينتمين إلى برج العذراء. عادات وطبائع برج الميزان: مفطور على التردد والتمهل، ويكره بالتالي أي استعجال يفرضه عليه الآخرون، وفي هذه الحالة يصبح عنيدا مشاكسا إلى درجة لا تطاق. لكن إذا ترك لشأنه قضى الساعات والأيام في التأمل والبحث، ومن ثم يتوصل إلى نقطة لا رجوع عن أي قرار يقتنع به. عادات وطبائع برج العقرب: إن أكثر الأشياء وضوحا عند هذا الإنسان هو الأنا، فهو يعرف تماما من هو وماذا يريد من نفسه ومن الآخرين، ولذلك يستحيل تحريكه بكلمة خير أو شر. ولأنه يرفض التودد سواء منه أو إليه، يصدر أحكامه بصدق جارح في كثير من الأحيان. عادات وطبائع برج القوس: يتأثر إنسان برج القوس في الأجواء التي يوجد فيها، ولكنه بطيء التأقلم، لذلك
فإن أي مكان يجلس فيه أو يدخل إليه فجأة يصبح أشبه بحقل من الكهرباء أو المغناطيس أو الذرة، إنه بكلام آخر يشقلب الدنيا كما يقولون عادة. عادات وطبائع برج الجدي: يتمتع مولود برج الجدي بطفولة مستمرة تجعله يرفض الجدية في الحياة على الرغم من قبول القيام بالواجب والمسؤولية على أفضل نحو، وسبب ذلك أن الجدية تثقل عليه وتمحو جزءا من سعادته وفرحته الطبيعية، وكذلك تفعل معه العزلة التي توقعه في مرض حقيقي في بعض الأحيان، لكن صحته ممتازة إجمالا، وكذلك نشاطه وحيويته يلازمانه حتى آخر عمره. عادات وطبائع برج الدلو: كثير المفاجآت حتى بالنسبة إلى أصدقائه وأتباعه، وسبب ذلك رفض الإفصاح عن غايته أو عن الطرق المؤدية إليها، الأمر الذي يدفع البعض إلى كرهه ولومه بقسوة. عادات وطبائع برج الحوت: راضي بحاضره، عديم الاهتمام بغده، لا يهدف إلى مال أو سلطة، ولا يتمنى من دنياه أكثر من حلاوتها، وبما أنه قليل الطمع والجشع لا شيء يقوده إلى الحركة أو العنف. والآن ليدع كل شخص منكم برجه وعادته التي لا يستطيع أن يتخلى عنها في كومنت. بالنسبة لي بهرب من الحياة الواقعية بالخيال. انتم بقى ايه هي عادتكم؟ شكرا للمشاهدة وشكرا لدعمكم المتواصل للقناة يا أحسن جمهور في الدنيا. ما تنسوش تعملوا لايك وشير وتقولوا رأيكم في كومنت. فعل زر الجرس علشان توصلك الفيديوهات الجديدة فورا نزولها.